ماشي، مع المباشر. مشاهدي ومتابعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم مرة أخرى في مباشر آخر دائما من قلب مدينة الدار البيضاء شارع محمد الخامس. معنا مجموعة من الأشخاص اللي جابوهم السلطات وحطوهم في محطة ديال ولاد زيان، لأن كيقولوا بأنهم حراقة كانوا باغيين يمشيو يعبروا من معبر بني نصار بمدينة الناظور. شدوهم السلطات جابوهم لمدينة الدار البيضاء بالضبط على مستوى محطة طرقية ولاد زيان، وخلوهم زعما كعقوبة أنهم علاش يحاولوا ويهاجروا بطريقة غير شرعية. غادي ناخذوا أولا واحد منهم، هما خمسة ديال الأشخاص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكون جابكم؟ في كيفاش جيتوا هنا؟ فين كنتوا؟ أخويا كنريسكو في الناظور. أها. كنتوا بغيتوا تريسكيو؟ يعني بغيتوا تحرقوا؟ إن شاء الله. من 2017 وحنا في الناظور. من 2017 وأنتم كتبغيو تحرقوا؟ أنت الأصل ديالك منين؟ من زاكورة. من زاكورة. شحال في عمرك؟ 27. 27 عام. من 2017 يعني 6 سنين دابا. وأنت كتحاول بأنك تحرق. ما عمرك فتي بني نصار. لا والو، عندي ديما كيشدوك كيرجعوك. عندي شي أربعة اللي سميتو الشدات المنيلية. المنيلية كتبغي تحرك كيرجعوك، كتبغي تحرك. نتوما خمسة الناس، شنو الرسالة ديالكم؟ شنو بغيتو؟ الرسالة اش غنقول لك؟ هاد المخزن تعدى علينا، تشدونا من الصباح من 6 ديال الصباح، ما فطرين ما مغديين، وشدوني أنا نيت في يومين هو البارح ما واكل والو. أه. من الصباح شدوني مع 6 الصباح. وفاش جابوكم حتى لهنا؟ الكار. الكار حطوكم في المحطة دولة زيان. صافي، كيلوحونا تما، كيجيبونا كياكلو هما في الكار، كيجيبو الماكلة ديالهم، حنا ما كيعطيو لينا والو، تدوي العصا. صافي كنجي كنصبر كتلاح تما، الله يعاون، الله يسهل على الناس اللي كتعاون معانا. كنجيو هنا كيلوحونا الناس، كيدبروا علينا. دابا دابا انتوما كتقلبوا على شي طريقة باش ترجعوا للمدن ديالكم، ولا بغيتوا ترجعوا عاوتاني للناظور؟ عترجع للناظور؟ يعني ما ترجعش للزاكورة؟ لا. اجي عندي، اجي عندي. باش ترجع لبلادك وباقي هنا باش ترجع لبلادك؟ وانت انت خمس سنين شحال وانت انت خارج من زاكورة؟ انت من زاكورة نيت؟ انا من زاكورة نيت، من اقليم بزرنا في الشرق نيت. اه شحال وانت خارج من المدينة ديالك؟ تنمشي اخويا وتنرجع لعند والدي اخي، تنمشي وتنرجع، تنمشي وتنرجع، ولكن تكرفيس. علاش ما زعما ما كتفكروش انكم تخدموا هنايا؟ ما كاينينش خدامين اللي يطلق لكم. ما عندكش حرفة؟ ما عندكمش حرفة؟ لا خويا عندي حرفة. أخي عندك حرفة؟ شنو هي؟ كنتمنى عندي الحلاقة. كنتمنى زعما تخدم بها برا؟ ما بغيتيش تخدم بها هنا؟ ما كتدخلش لك زعما شي مدخول اللي زعما اللي في المستوى، اللي كتظن بانه في المستوى؟ كاينين في بلاد هي فيها اكبر من جنب في افريقيا ولا كاع فيها المعادن، ولكن ما شفنا فيها والو. فهمتي؟ ما شفنا والو، ما شفنا الشفاره، ما شفنا حتى حاجه. البراني اللي تياكل تما ما ولدتين غير نيت هكذا، ما تيشوفش داك الشيء. فين داك الشيء؟ الله اعلم. كتجي لهنا كيقولوا لك الخزنيه هكذا، القضيه مزيان راه ولدتين غير، القضيه راه غير، ولكن حنا ما شفنا والو. واش كيعرفوا؟ كيعرفوا هما حتى يجيو تما تيخدموا في المعادن تيشوفوا الفلوس. حنا راه ما شفنا والو، راه غير غنبقاو داك راه عائلتنا كلشي، ولكن تنتمناو نجيبوها بالدراعه، انا ما يخلصش علينا شي واحد. فهمتي؟ راه ما خصنا والو نديرو، ولكن كنتمناو نطوروا راسنا حتى حنا. الهجرة غير السرية. اش من دولة كنتو باغيين تحرقوا لها؟ اش من المهم اوروبا وصافي. اوروبا اي دولة تقدروا تمشيو لها وصافي. مول طونوفيس، شنو كتقول في هذه الواقعة هذه؟ هذا الشيء كيألم بزاف، هذا الشيء كيألم بزاف كما قال هذا الأخ هذا. يعني كاين تين غير، كاين من جميع، كاين زاكورة، كاين من جم، بحال المغرب، المغرب راه كله من جم، ولكن شكون اللي كيستافد من هذا المنجم ديال المغرب؟ راه معروفين. أما الدرويش ولد الشعب راه ما كيستافد حتى شي حاجة. الدرويش راه يلاه المآل ديالو اليوم هو الحبس، من غير الحبس راه ما عنده حتى شي حاجه. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى اتقوا الله في هذه البلاد هذه وفي الوطن ديالكم، واتقوا الله في ولاد الشعب، اتقوا الله في ولاد الشعب اللي اليوم كتهزهم بالكيران من بني نصر وكتجيو تفزعوهم في كازا وفي فاس وفي
بن حماد و علاش ما يهزوهم زعما المدن ديالهم بالضبط؟ علاش ما يهزوش يديو لزاكورة؟ علاش يهزو يديو لزاكورة وما كيستنسفوا الخيرات ديال زاكورة؟ نكونوا واقعيين، راه هاد الوليدات ديال ولاد الشعب اليوم راه والله العظيم كل لقاو الخير في هاد البلاد هادي يما يخرجوا على برا. نكونوا واقعيين، راه عدد كبير من الدراوش ولاد البلاد هادي راك لان النصب والاحتيال واستنزاف الخيرات من طرف واحد الناس واحد الطبقه، وخير دليل هو الاسعار ديال المحروقات في المغرب في ظل واحد انخفاض عالمي. المغربي مسكين باقي كيخلص. نتمنوا من الله ان هاد ولاد الشعب هادو يلقاو الخير، يلقاو الخير في بعض المسؤولين، ماشي كنقولوش عامه، في بعض المسؤولين. اما الحمد لله عارفين بانه كاين الخير وكاينين ولاد الناس فين ما مشيتي، ولكن للاسف الشديد البعض منهم يسيئون للمسؤوليه في بلادنا. نتمنوا من الله انه يخدموا هاد البلاد من اجل المصلحه ديال هاد الناس هادو، باش يستافدوا من الخيرات ديال بلادهم، باش ما يبقاوش يحرقوا لبرا، باش ما يبقاش يقلب على انه يريسكي بالحياه ديالو باش يوصل للضفه الاخرى. راه الضفه راه ما خاصهاش الخير، الضفه تبارك الله راه كلها خيرات، ولكن لانه عندنا الشفاره وسط المسؤولين. هذا الشيء علاش ولاد الشعب اليوم كيفكروا انهم يهاجروا. راه حشومه والله الا حشومه. باقي عندي شي واحد خوك. تفضل اخويا تفضل. في بنين صرنيت حنا كاين الوجهيات نيت، ولاد الريافه كيطلقوهم تما كيريسكي وكيشدوهم وكيطلقوهم. حنا كيدونا كيعذبونا بالعصا وكذا وبالجوع يلوحوك مازال في شي مدن. ما فيكش الاطراس ديال العصا ولا شي حاجه. لا لا ما خصناش نبينوا، ما نقدروش نبينوا. هاد النقطه هادي كيشدوا الناس ديال تما وكيطلقوهم. ولكن ولاد تما، ولاد تما ما عندهم فين يديهم، غيطلقوه يقولوا سير لداركم. واه علاش؟ حيت مريسكي تا هو، علاش هو يطلق؟ تا هو يصيفطوا لكازا ولا يصيفطوا لفين؟ مالو هو زعما مالنا حنا المغرب ديالنا كامل من طنجه للكويره. الحمد لله. غير وصافي الحمد لله، ما بغيناش واحد النقطة. ما بغيناش نلوحوا روسنا في داك الشيء اللي بغاو هما يلوحونا في الحباسات. واحد النقطة ولأول مرة غادي تدوز وغادي تدوز عبر المباشر ديال القناة ديال شوف تيفي، هو أنني دزت في الجيور ديال مدينة الناظور، دزت في الجيور وشفت الدراري الصغار تم الاعتقال ديالهم، شفت ولاد الشعب تما، يعني ولاد الشرق ولاد الغرب ولاد الشمال ولاد الجنوب كلهم مجموعين تما في الجيور. انا واحد من الناس اللي دازوا في الجيور ديال تما، وكنقول للمسؤولين ديال الدوله هذه كيف ما بغى يكون البنصيب ديالو في هذه البلاد، اتقوا الله، راه اليوم الدنيا وغد وغدا الاخره. هذه البلاد هذه راه شبعانه خيرات، اتقوا الله في هذ وليدات الشعب وفي هذ الدراوش هادو، لان الدوله هذه راه مسؤوليه ديالكم انتوما ومسؤوليه ديالهم هما. تحيه كبيره لكم. إذن كيف تابعتم أنا مشاهدينا الكرام مباشرة على قناة شوف تيفي، خمسة ديال الأشخاص جابوهم السلطات وحطوهم من مدينة الناظور، حطوهم في المحطة الطرقية ولاد زيان بمدينة الدار البيضاء. صادفوا قناة شوف تيفي، بغاو يوصلوا الرسالة ديالهم. بطبيعة الحال قناة شوف تيفي قناة الشعب، وصلت الرسالة ديالهم. وبالمناسبة كان معنا الحقوقي والفاعل الجمعوي مول طونوفيس اللي تا هو أعطى تصريح في هذا الإطار. شكرا لكم على سعة الصدر ديالكم. شكرا مشاهدينا الكرام مرة أخرى، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.